أهلا بيكم، أهلا بيكم، ولقاء يتجدد يوميا من السبت للأربع الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. إحنا يمكن زي ما حضراتكم أكيد عارفين، ويمكن زي ما شرحنا الأسبوع اللي فات، عودة من جولة طويلة خرجت من القاهرة ذهابا إلى دمشق، ومن دمشق إلى حلب، عودة مرة تانية إلى القاهرة، ثم من القاهرة إلى بني غازي، ومن بني غازي إلى القاهرة. وسوف تستكمل هذه الجولة يمكن في مناطق الأزمة أو مناطق الصراع في المنطقة. ليه؟ إحنا عاوزين تحديدا نعرف إيه اللي بيحصل في المنطقة العربية، وإيه هو السر وراء سقوط مجموعة من الجيوش العربية، تبدأ من الجيش العراقي ذهابا إلى الجيش السوري، طبعا تخريب ليبيا، محاولات حتى كانت لضرب القوات المسلحة أو الجيش المصري، إيه اللي بيحصل في اليمن، إلخ إلخ إلخ. مسألة كمان ممكن تتطرق معنا إلى ما هو أبعد من المنطقة العربية، ونذهب إلى قارتنا الأم في مصر، ألا وهي القارة الإفريقية. لكن الحقيقة إنه إحنا بنتجول في سوريا، أو في خلال هذه الجولة في سوريا من دمشق إلى حلب، ومن حلب إلى دمشق مرة تانية، مرورا بقى بكل المدن اللي على مسافة تقريبا تصل لحوالي 440 كيلو ما بين المدينتين دمشق وحلب، وأيضا في نفس الجولة اللي إحنا شفناها مرة تانية في بني غازي، وكانت شبيهة جدا ليها، يمكن كانت أكثر خطورة قليلا أو أكثر كثيرا، يعني على حسب التقدير بتاع كل واحد فينا، سواء إذا كان محب أو إبراهيم أو يوسف أو غيرنا الحقيقة، ويمكن حتى حسب تقديرك كمشاهد. المسألة هنا مش في تقدير حجم الخطورة التي حاقت بالفريق، المسألة هي الخطورة اللي بتحيط بالدول العربية. ممكن كتير انك انت تغضب على نظام، تطالب باسقاط نظام، وسبق وطالبنا باسقاط نظام مبارك في 25 يناير 2011 كثوره عظيمه وواحده من اهم الاحداث السياسيه والاجتماعيه اللي غيرت الحقيقه وجه مصر، واللي يمكن كمان بتغير وجه المنطقه العربيه، واللي كان ليها دور مهم جدا اظن حتى على صعيد الحدث السياسي العالمي. لكن خلونا ارجع بيكم مره ثانيه لسوريا. واحنا في سوريا للأسف الشديد لقينا الكثير من الأدلة القاطعة والحية لدور شديد الخطورة بتلعبه دولة عربية شقيقة، مفيش خلاف. الدولة هنا للأسف الشديد بيترأسها أو في سدة حكمها نظام للأسف الشديد يمكن من وقت نشأته وحتى اللحظة نظام بيلعب أدوار أكتر من سيئة. احنا بنتكلم على قطر، قطر هنا احنا بنتكلم على القصر الأميري أو على الحكم، نظم الحكم المختلفة والمتعاقبة على قطر، واللي كلها تقريبا مرت دون سلام ودون تداول سلمي للسلطة، وكانت كلها تقريبا بدءا من انقلاب 1972 وحتى اللحظة عبارة عن انقلابات مستمرة على الحاكم، على الأمير، الرجل ينقلب على ابن عمه، الرجل ينقلب على أبوه إلى آخره. طيب هل ده ليه علاقة بالشعب القطري؟ الحقيقة الحديث ليس على الشعب القطري على الإطلاق، لأنه هتفضل دايما الشعوب كلها بدون استثناء بتلقى مننا كل التقدير وكل الاحترام. كويس، احنا بنتكلم على شعوب العالم، شعوب الإنسانية، باستثناء الكيان الصهيوني المحتل للأرض العربية، ده الاستثناء الوحيد. احنا بنتكلم على دور تحديدا القصر أو الإمارة أو الحكم في قطر في تخريب سوريا وتخريب ليبيا، ده اللي احنا شفناه بعنينا، ده اللي ما يقدرش ينكره حد للأسف الشديد، دور قد يصفه البعض بأنه دور شديد القذارة. لذلك قررنا أن تكون الإمارة. الإمارة هو فيلم وثائقي، فيلم ما نقدرش على الإطلاق نقول إن احنا حطينا فيه أي وجهة نظر سياسية، وإن كان الفيلم كله بيتعلق بالسياسة القطرية للأسف الشديد. حاولنا قدر الإمكان إن احنا، ويمكن أظن نجحنا، مش هقول حتى حاولنا، نجحنا إن احنا نحيد نفسنا كصناع فيلم، وفريق العمل يمكن هتقروا أساميه، سواء إذا كان فريق العمل اللي موجود في القاهرة أو في أكتر من دولة زرناها علشان نقدر نصور الفيلم، واللي بيتكون من حوالي أربع أجزاء. فيلم بيتحدث على تاريخ دولة قطر من نشأتها في عام 1971 ويمكن حتى اللحظة الآنية أو الوقت الراهن. الفيلم ده هتشوفوا منه الجزء الأول النهاردة. طيب هو كام جزء؟ تقريبا هو أربع أجزاء، كل جزء تقريبا حوالي 30 دقيقة. في ناس هتيجي تقول لك والله أنتوا عايزين تعلموا على قطر، لا. عايزين تعلموا على الجزيرة، بقول لك لا. الهدف من هذا الفيلم أنك أنت تعرض حقائق ملموسة
طيب هل هو الفيلم ده عبارة عن مجموعة من المشاهد وعليها تعليق صوتي؟ قطعا لا، الفيلم هو عبارة عن شهادات مصورة بالفيديو لكتاب لساسة، أنا بتكلم هنا على الأربع أجزاء مش بس على الجزء الأول اللي هتشوفوه، على ناس كانت جزء من النظام القطري في مرحلة من المراحل، ناس لعبت أدوار شديدة الأهمية في النظام القطري، انقلبوا على هذا النظام فطردوا أو طوردوا أو تم نفيهم أو تم تهديدهم أو تم اعتقالهم في بعض الأحوال، وفي بعضهم تم إيه؟ تم تعذيبه. الحقيقة في الجزء الأول هنتكلم تحديدا على تاريخ قطر وعلى الدور السيء اللي كانت بتلعبه الأنظمة المتعاقبة القطرية وعلاقتها بالجيوش اللي موجودة في المنطقة. يعني لما رحنا سوريا وشفنا الحقيقة بالدليل القاطع، وان انت تتحدث عن ناس مواطنين عاديين من اللي عايشين في حلب واللي عايشين في دمشق، هم بيتكلموا على انه ازاي وهم للأسف الشديد في بعض المناطق كانوا تحت سيطرة داعش على سبيل المثال، مش هقولك حتى جبهة النصرة في سوريا لأنه دي كانت تمويل سعودي وأصبح هذا أمر غير خافي ودعم لوجستي وسياسي وإلى آخره، لكن خليني أكلمك على داعش تحديدا. هم بيتكلموا على داعش وبيتكلموا على دور بعض أمراء داعش من أصحاب الجنسية القطرية، ويمكن احنا كنا في فيلم سابق التنظيم اللي كان عن التنظيم الدولي للأخوان في إنجلترا، وبرضو كان حظنا الجيد ان انا كنت واحد او حظي الجيد ان انا كنت واحد من صناع الفيلم الأول اللي هو فيلم التنظيم، وأثبتنا وقتها في فيلم التنظيم على دور بعض الأمراء من عائلة آل ثاني الحاكمة بدولة قطر، دورهم في تمويل تنظيم القاعدة في اليمن، دورهم في تمويل التنظيم الدولي للأخوان في لندن بالمملكة المتحدة البريطانية تحديدا، وحددنا تحديدا المسارات بتاعة نقل الأوامر ونقل الأموال. ده كان في فيلم التنظيم. ممكن تحسب ان الفيلم ده جزء تاني من التنظيم اذا حبيت، وممكن تحسبه انه مش جزء تاني ولكن كدر او اطار او مربع يكمل صورة عما يحدث في المنطقة للأسف الشديد، سواء إذا كان من نظام الإخوان أو الأصح من تنظيم الإخوان الإرهابي التنظيم الدولي للإخوان أو من قطر، وعلاقة التنظيم الدولي للإخوان بقطر، وده اللي هتشوفوه في فيلم الإمارة. الفيلم اسمه كده الإمارة، كويس؟ الهدف هنا مش زي ما بقول لكم أي مكايدة تحت أي ظرف من الظروف، وإحنا الحقيقة لا نكايد على الإطلاق ولا نحاول أن نكايد، وإنما إحنا ناس بتعمل أفلام وثائقية أو تحقيقات استقصائية. أظن إنه اللي تابع الجزء الأول أو الأصح اللي تابع الفيلم الأول بتاعنا ألا وهو فيلم التنظيم هيشوف إنه قد كده الفيلم كان إلى أقصى الدرجات محايد جدا في عرضه، مبتعد عن أي وجهة نظر سياسية، حاول أن يسمع كل الأطراف، وده برضو اللي بنعمله المرة دي في فيلم الإمارة. في فيلم الإمارة الحقيقة وإحنا في سوريا زي ما بقول لكم لقينا شهادات كثيرة جدا جدا بتتحدث على الدور القطري، سواء إذا كان في إسقاط النظام اللي في سوريا اتفق أو اختلف معاه، لكن ده كان دور قطري بالأساس، وهنحكي هذه الحدوتة وليه كانت قطر مهتمة بهدم النظام السوري تحديدا، وده هتشوفوه في الجزء الأول وفي الثاني وفي الثالث وفي الرابع في الفيلم، ولكن كل منهم في سياق ليه قطر كانت عايزة تعمل اتفاق الحقيقة مع نظام الأسد لمد خط أنابيب يحمل الغاز الطبيعي يمر عبر الأراضي السورية، كويس، لمده إلى أوروبا، ومن ثم أوروبا تقدر تستغنى عن الغاز الطبيعي اللي بتستورده من روسيا الاتحادية، فلاديمير بوتين لو صح التعبير، يعني عشان يعني برضو لأنه في روسيا البيضاء وفي روسيا الاتحادية، بس عشان نعلمها لك يعني، واحنا فنية خالص مش لازم نكلم المثقفين والنخب، احنا بنكلم كل الناس عشان بس يبقوا عارفين الحقيقة. قطر كانت عاوزة تعمل اتفاق مع نظام الأسد لمد خط أنابيب ينقل الغاز القطري حتى أوروبا مرورا بالأراضي السورية ثم البحر المتوسط ومن ثم إلى قارة أوروبا. نظام الأسد رفض ده رفضا قاطعا لأنه وعى بمنتهى البساطة إلى أنه ده معناه أنك أنت هتضرب الاقتصاد الروسي في مقتل. طيب والاقتصاد وروسيا الاتحادية برضو غير خافي على حد، هي حليف كبير إن لم تكن الحليف الأكبر والأهم والأقوى للجمهورية العربية السورية. رفض نظام الأسد مد خط الأنابيب القطري في أراضيه تماما حفاظا على علاقاته مع روسيا،
وعلى ما يبدو أن كان النظام في هذه الآونة بعيد النظر إلى حد ما، لأنه لما شفنا اللي حصل في سوريا فيما بعد ذلك، فأصبحت كانت روسيا هي اللاعب الأول والرئيسي لدرء أخطار داعش أو لمحاربة طيارات الإرهابية المتأسلمة اللي موجودة في سوريا. هي بقى تطلع داعش، هي تطلع النصرة، هي تطلع واحد من تقريبا 25 فصيل تانيين شغالين بخلاف الفصيلين السابق ذكرهم. فروسيا هي اللي ساعدت سوريا في هذا الموضوع. فكان في بعد نظر وقتها عند النظام السوري. وقتها قطر خدت قرار واضح بإسقاط النظام السوري، وتمادوا إلى درجة أنه هدم الدولة السورية بالكامل. يعني أن تسقط نظام ممكن تقبله ممكن تختلف معاه، لكن أنك تهدم دولة بالكامل بكل مقدراتها وتهدم بنائها الاقتصادي وبنائها الحضاري وتضرب التراث بتاعها وتهدم أماكنها الأثرية أو تحاول نهب أثرها وتاريخها وتراثها عشان في الآخر خالص يبقى في عندك حالة انتقامية. طب السؤال، قطر بتلعب لصالح مين؟ وده سؤال مهم جدا، وده اللي احنا بنجاوب عليه برضو في هذا الفيلم الوثائقي الإمارة. قطر بتلعب لصالح مين؟ يعني مين اللي يستفيد من هدم دولة عربية؟ إما قوة غربية أو الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية. لا تنسى أن الكيان الصهيوني المحتل للأراضي العربية يحتل جزء من سوريا، تحديدا الجولان. لا تنسى أنه يحتل الأراضي الفلسطينية كاملة، يمكن باستثناء الضفة، ويحاول بسط سيطرته على غزة عن طريق ضربها من وقت للتاني إلى آخره. طيب بتلعب لمين قطر؟ طيب والقاعدة الأمريكية اللي موجودة في قطر أو القواعد الأمريكية اللي هي الأكبر في المنطقة، يا ترى ده معناه قطر بتلعب لصالح مين؟ ماشي، سيبنا من ده، ناخد بعضنا ونروح على ليبيا. وإحنا في ليبيا وفي إطار حوارنا أو استجواباتنا، لو حبيت أنك تسميها كده، مع وكيل أمير داعش في سرت، ومع اتنين من الأسرى اللي كانوا منتمين أو اللي انتموا بالفعل لتنظيم داعش، أفادوا قولا ومصورا بأنه أيوة إحنا كنا بنشوف قطريين في الأراضي الليبية، كنا بنشوف بعضهم أفاد بأنه كان في ضباط من الاستخبارات القطرية موجودين على الأراضي الليبية. حتى لقائنا مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات العربية الليبية أفاد بأنه كان في طائرات قطرية تأتي إلى الأراضي الليبية عقب ثورة فبراير 2011 لإنزال بقى جحافل من جنسيات مختلفة أو لتمويل علشان تضخ أموال داخل الأراضي الليبية تأجيجا للصراع وهدم الدولة، وليس فقط إسقاط نظام القذافي رحمة الله عليه. وهكذا من أدوار للأسف الشديد لعبتها قطر ما بين سوريا وما بين ليبيا. وزي ما قلت لكم في التنظيم قبل كده اتكلمنا على الدور للأسف الشديد اللي لعبته في ضرب اليمن من الداخل عن طريق تمويل تنظيم القاعدة داخل اليمن. إيه اللي بتعمله قطر في المنطقة؟ تاريخ الانقلابات اللي موجودة، ده اللي احنا هنتكلم عليه واللي هتشوفه في الجزء الاول، شهادات من كتاب وسياسيين ليسوا فقط مصريين وانما عرب وامريكان الحقيقه، هتشوفوا شهاداتهم. بالمناسبه الفيلم مترجم بالعربيه لكل ما هو منطوق باللغه الانجليزيه، يعني الضيوف الاجانب هتلاقوا فيه ترجمه محطوطه قدامكم على الفيلم باللغه العربيه، كل ما هو منطوق ايضا بالعربيه هتلاقوا له ترجمه باللغه الانجليزيه، لانه واحنا بنعمل فيلم الاماره كنا عاوزين زي ما عملنا قبل كده فيلم التنظيم، احنا عايزين العالم يشاهد، إذن نخاطب العالم بلغته. فمش معقول نفضل دايما نتكلم بلغتنا العربية العظيمة، لكن مهم جدا انه الحاجات دي كلها تترجم علشان العالم يقدر يشوف ويستوعب ويفهم مرة تانية بعيون مصرية، مرة تانية بعيون عربية وبمنتهى الحياد. ده مش تحقيق استقصائي ولكنه فيلم وثائقي من 4 أجزاء. الجزء الأول يعرض النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى لمدة تقريبا 30 دقيقة وبضع ثواني، هتقدروا تشوفوه. فيلم الإمارة لو سمحتوا اتفرجوا عليه مرة واثنين، وأنا أظن أون تي في تتفضل مشكورة بأنها هتعرضه أكتر من مرة على مدار الأيام اللي جاية، مش بس النهاردة. يمكن الحقيقة هم أكرموني وادولي هذا الفضل بأنه أعرض الجزء الأول داخل برنامج بتوقيت القاهرة، بحيث أن احنا نقدر نعرضه على أكبر قاعدة ممكنة من المشاهدين في مصر والمنطقة العربية والعالم علشان فروق التوقيت. أستأذنكم تتابعوا بدقة وبهدوء وبروية، ودققوا في كل معلومة بعد ما تخلصوا الفيلم. فيلم الإمارة معكم الآن على الشاشة على أون لايف.
عام 2003 أيد غالبية القطريين والقطريات باستفتاء شعبي دولة قطر وراثة الحكم إلى الابن الذي يسميه الأمير، وإن لم يوجد ابن. النظام السياسي اللي تشكل في قطر بعد الاستقلال هو نظام قبلي، فبالتالي كان يتم اختيار الشيخ أو الأمير من قبل عائلة أو أسرة آل ثاني اللي هي كانت قد تمكنت من السلطة في قطر خلال هذه السنين، يعني من حوالي عام 1867 وبعد ذلك، بدون وجود أي نوع من دستور أو نظام للحكم أو قانون أساسي يحدد كيفية اختيار الأمير أو شكل النظام السياسي. هذا تم طبعا يعني بعد الاستقلال وتم تطويره، لكن قبل الاستقلال كان يتم الاختيار على أساس أنه الأسرة هي اللي تختار، لكن في الواقع يعني كان الخيار كما هو دائما يعني في هذه الحالات يتم على أساس يعني البقاء للأقوى وليس البقاء للأصلح، فلذلك كان يتم دائما يعني الشخصية البارزة والقوية والمتنفذة في الأسرة هي اللي يعني تمسك بزمام الأمور وتفرض نفسها باعتبارها حاكم أو شيخ للإمارة. وهذا في الواقع كان سبب أساسي لتكرار الانقلابات اللي حصلت داخل الأسرة خلال أكثر من قرن من الزمان، وفي الواقع هي ظاهرة يعني تكررت في قطر كثيرا، ويعني لحد الآن تثير المخاوف بإمكانية تكرارها. الأمير صلاحيات مطلقة، حتى هناك تجريم في مناقشة هذه الصلاحيات. طبعا الدستور القطري أيضا هناك تجريم في مناقشة مسألة ولاية العهد، مثلا على سبيل المثال لا يجوز على الإطلاق حتى مناقشة نظام الحكم ونظام ولاية العهد. إذن هذا يعتبر سلطة ديكتاتورية توليتارية شمولية مطلقة. تم دفع ثمنا غاليا لتحقيق مصلحة، وهذه المصلحة هي أنهم يكونون في الحكم ولا يتم الحديث لا على انقلابات في قطر ولا على حقوق إنسان في قطر ولا على رأي معارض أو مخالف للحكومة القطرية. لماذا هذه السلطة الدكتاتورية وهذه السلطة المطلقة، ونحن نعرف أنه لا يوجد برلمان بالمعنى الحقيقي وحتى الدستور هو حديث العهد تماما؟ هذا الأمر لأن هناك قرارات يجب أن تصدر عن هذه المشيخة، عن هذه الإمارة، هذه القرارات يجب أن لا تخضع لمراجعة لأنها مركز لسياسات كبيرة وسياسات مهمة جدا استخباراتها تقاد في الغرب. هناك ما يفيد، وحسب روايات ناس عملوا في الحكومة القطرية في ذلك الوقت، أنه رغم كل هذه الثروة وبداية العمران بشكل كبير، كان الشيخ خليفة بن حمد يحتفظ لنفسه بحق التوقيع على الشيكات إذا وصلت قيمة الشيك إلى 10,000 دولار. يعني كان ابنه الشيخ عبد العزيز بن خليفة وزير المالية، وكان لا يستطيع على التوقيع على أي شيك إذا زادت قيمته عن 9,999 دولار. وظهرت علامات على إنه هذا يشير إلى صعوبات في إدارة شؤون البلد، إضافة إلى متغيرات سياسية إقليمية. الرئيس الراحل أنور السادات كان أن أشار في إحدى خطاباته إلى قطر تحديدا عندما قال مش أي حد يفتح دكانه يسمي حاله دولة. الشيخ علي جاء
جاء في سنة 60 تخلى عن الحكم لابنه الشيخ أحمد بن علي الشيخ خليفة بن حمد اللي هو ابن أخوه وهو جد الحاكم الحالي في قطر. استمر ولي العهد مع الشيخ أحمد بن علي حتى فبراير سنة 72 بعد إعلان استقلال قطر عن بريطانيا، وانقلب عليه وتولى هو الحكم من سنة 72 حتى يونيو 95. لهذا لم يكن بدا من أن نتحرك لتصحيح الأوضاع المغلوطة مؤيدين في ذلك من أبناء أسرتنا الحاكمة الذين أساءهم ما وصلت إليه الأحوال. هذا الانقلاب عندما يقال بأنه تلفزيوني أي أعد وأخرج بطريقة هوليوودية، هوليوود كانت يبدو مشرفة على هذا الأمر أو بالطريقة الأمريكية، وهذا يدل بشكل مباشر على أن لهذا الانقلاب أيادا أمريكية واضحة بشكل كبير. لذلك ما سمي وقتها بالبيعة، ما سمي وقتها بالإعلان التلفزيوني، هو أمر مفبرك بشكل كبير، وطبعا كان للسفير الأمريكي في قطر وقتها دور كبير بهذا الموضوع. إذن هنا يتبين من طريقة تنفيذ هذا الانقلاب بأن أيادا أمريكية كانت موجودة فيه بشكل واضح. في اللحظة اللي طارت طائرة الأمير من مطار الدوحة في طريقها إلى سويسرا، كان هناك مشهد آخر يجري إعداده على المسرح في الدوحة، مشهد كان يبدو معد مسرحيا وفق سيناريو دقيق جدا، وهو مشهد أداء البيعة مباشرة لولي العهد باعتباره الأمير القادم أو الأمير الجديد. تلك الظروف التي أدت بي مضطرا وكل أسف أن أحزم أمري بعد موافقة ومبايعة وتأييد من العائلة الحاكمة الكريمة والشعب القطري الكريم، وأتسلم مقاليد الحكم في البلاد خلفا لوالدي. هذا الأمر كان يعود لأن الوالد كان يتمتع إلى حد ما بشخصية محبوبة بين القطريين، لذلك هو لم يستطع بشكل مباشر أن يجري هذا الأمر، لأن هذا الأمر يتطلب بتنحية الأمير السابق أن يقوم باعتقال الأمير أو أن يقوم بعزله وبإقامة جبرية، وبالتالي هو لا يمكن أن يقوم بهذا الشيء نظرا لأن هناك كانت شعبية للأمير الأب. هو انتظر فعلا فرصة السفر، وهذا الأمر بالمناسبة كبد قطر مليارات الدولارات، لأن الأمير الأب تم تحويل الكثير من أرصدة البنك المركزي القطري إلى حسابه بشكل كبير. ينسب إلى الأمير الوالد المخلوع أنه اتهم الشيخ حمد بأنه صنيع لقوى معينة، وأنه الإسرائيليين اللي جابوه حسب العبارة التي قيلت وتنسب إلى الرجل الذي هو في رحمة الله الآن. كان هناك استعداد داخل الأسرة الحاكمة لإزاحة الشيخ خليفة وإحلال الشيخ حمد، ما عدا أنه ككل انقلاب، يعني دائما في الانقلابات هناك من يهتف مات الملك عاش الملك هناك أمير جديد، لكن كان هناك أيضا من شعر بتضرر لمصالحه ووقف ضد الانقلاب، وربما لم يستطع في نفس اليوم أن يقف ضد الانقلاب أو يمنع أو يوقف تحققه، لكن كان واضح أنه سوف يبيت النية لفترة قادمة على أن يقوم بمحاولة لإعادة الأمير السابق، وفعلا هذا ما حصل بعد حوالي عام. في هذه الظروف بدأت تبرز شخصية الشيخ حمد ابن خليفة، والشيخ حمد ابن خليفة والدته من عائلة أو قبيلة العطية، يقال لهم العطايا، وكان وليا للعهد، وهو خريج كلية ساند هيرست في بريطانيا والقائد العام للقوات المسلحة، وتعززه أسرة
أو قبيلة العطايا أخواله. فترة حكم الشيخ حمد بن خليفة هي فترة تمثلت بما يسمى بالمرحلة الأولى الدبلوماسية الناعمة، أو تسمى سياسة الضغط المخملي، بأنه كان يحاول أن يبني علاقات شخصية مع الرؤساء أكثر ما هي علاقات دول مؤسسات. فهو بنى علاقة شخصية مباشرة مع الرئيس الأسد، بنى علاقة مباشرة أيضا مع الرئيس مبارك، بنى علاقة مباشرة مع زين العابدين بن علي، وكان أيضا هناك علاقة طريفة ولطيفة بينه وبين الزعيم الليبي معمر القذافي. إذن هذه كانت المرحلة الأولى. بعد ذلك قام بالانقلاب الفوري، بما لم يكن هذا الانقلاب تدريجي، قام بالانقلاب الفوري وكان يحضر العدة الكاملة لهذا الانقلاب. هذه العدة كانت وسيلة إعلامية قوية وهي قناة الجزيرة، زائد دعم مالي كبير لمجموعات مسلحة موجودة في تلك الدول، زائد وهذا هو الأخطر والأهم، هو التبني السياسي والمالي لتنظيم الإخوان المسلمين على المستوى العالمي. في أبريل 2012 نشر موقع العربية نت وأذاعت قناة العربية خبرا عن محاولة انقلاب في قطر، ورفع هذا الخبر من الموقع وألغي من القناة بعدها بساعتين. في صباح اليوم التالي اتصل قائد القاعدة الأمريكية، قائد القوات الأمريكية في قطر، بالقصر الديواني الأميري وطلب مقابلة الشيخ حمد. فاستقبله الشيخ حمد. طبعا ما يجري هو إن عندما يطلب القائد الأمريكي مقابلة الأمير لا يعني أنه يستأذن ويطلب تحديد موعد، يعني لا، ده أنا جاي أفطر معاك وأشرب قهوة يعني، فخلاص جاي أنا اللي حدد مش أنت اللي تحدد يعني. فراح القصر قعد يتكلم معاه في أي حاجة. فالشيخ حمد حسب التقرير الذي تسرب، ما إذا كان صح أم غلط يعني، قعد يقول الراجل ده بيقول إيه يعني، جاي عايزني قابلني ضروري، طب يعني ما قالش حاجة. فالقائد هو ماشي قال له الآتي، قال له بالمناسبة كان امبارح بالليل فيه محاولة انقلاب بالضبط، وإحنا عرفنا فبعتنا جنودنا مسكوا اللي عايزين يعملوا محاولة الانقلاب وإحنا محتفظين بيهم عندنا، فابعت بعض من رجالتك ياخدوهم. ماذا يعني هذا؟ يعني أن الولايات المتحدة كان يمكن أن تغمض عينيها وأنت لا تكون في القصر الآن، فنحن نحدد من هو الموجود في القصر. قطر بتتعامل مع أمريكا كابن لها، كرأس حربة لتنفيذ ما تريد. I think Europe does treat Qatar like a major country and so does the United States. A friend, an ally, a financial power for stability in the region. I mean, there's a major base there. And the relationship, and CENTCOM was based there in 2002. The relationship that the US military has with Qatar is extremely important. That makes a very small country a very important leader. رأت الولايات المتحدة الأمريكية في حكمتها أن لابد أن يحدث تغيير مماثل في قطر. يعني إذا كنت أنت الذي تدعو إلى التغيير في كل مكان فلابد أن يحدث تغيير عندك يعني. وأنني اليوم أخاطبكم كي أعلن أنني أسلم مقاليد الحكم للشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأنا على قناعة تامة أنه أهل للمسؤولية،
جدير بالثقة وقادر على حمل الأمانة وتأدية الرسالة. عمليات الإقصاء الكبيرة، لا، هذه العمليات تدار أمريكيا وبريطانيا بشكل كبير، وهي المتعلقة تماما بسياسة الحكم العليا، وكما لاحظنا جرت مع الأمير الأب وابن عمه، جرت مع الأمير الابن وأبيه، جرت مع الأمير الحفيد الحالي أيضا وأبيه، ولكن ربما الإقصاء الأخير كان قد بدأ أكثر سلاسة. بدأ بعض الدبلوماسيين الغربيين والأمريكيين يتحدثون عن أن صحة الشيخ حمد لم تعد تتحمل البقاء في السلطة، وقد تم إيجاد ذريعة بأن الأمير حمد بن خليفة يعاني من أمراض صحية، وبالتالي فهو الآن تنازل عن الحكم لصالح ابنه تميم، وبعد هذا التنازل تم أيضا استقالة حمد بن جاسم. هذا التغيير يعني ظهر في صورة تخلي أمير قطر الشيخ حمد عن السلطة في يونيو 2013 لابنه ولي عهد الشيخ تميم، الذي لم يكن ولي هو أول ولي عهد له بالمناسبة. يعني حمد بن جاسم نفسه صرح منذ فترة لأحدى وسائل الإعلام الأمريكية بأن الشيخ حمد بن خليفة لم يكن يعاني من أي وضع صحي، وبأن ترتيب عملية الانتقال الحكم إلى تميم كانت محضرة بشكل سابق، وهذا التحضير طبعا كما هو واضح بأنه التحضير استخباراتي كان يهدف كما ذكرت إلى إيجاد وجه جديد للسياسة الخارجية القطرية من أجل استكمال المشروع القديم الذي بدأه. بالنسبة لتولي الشيخ تميم، يعني الشيخ تميم هو نفسه لم يكن أول ولي عهد كما قلت، ولكن هو والدته هي الشيخة موزة المسند، وهي سيدة مستنيرة تظهر في المجتمعات وتلعب دورا مهما فيما يسمى القوى الناعمة لنظام الحكم، سواء برعاية المشروعات الخيرية أو تشجيع المبادرات الاجتماعية والثقافية وغيرها. وهي بهذه المناسبة هي خريجة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويعني خريج هذه الكلية يتميزون بسمة درجة من النضج ربما لا تتوفر لغيرهم، يعني وفرصة للنمو الفكري والإنساني، وفي مجتمع الخليج تعتبر من الشخصيات البارزة، فنجحت في بحكم موقعها في قطر أن أبنائها يتقدموا على غيرهم، وكما أنها نجحت في تربيتهم ربما بأفضل من تربية غيرهم، ومن ثم كان الشيخ تميم هو الأكثر فرصة في تولي الحكم الآن. هلا هناك بقضية زوجات الشيخ حمد خلافات كبيرة جدا، لا سيما أن الشيخة موزة طبعا كانت الأقرب إليه أن تتمتع بشخصية كاريزمية معينة، طبعا هي لا تنتمي أصلا إلى العائلات القطرية، إنما هي تعود إلى أحد العائلات في الإمارات، ومن هنا يشاع في الشارع القطري بأنها ليست من الشخصيات المرغوبة داخل قطر، ولكنها تتمتع بنفوذ كبير، لا سيما أن الأمير حمد طبعا تزوج من 3 نساء، كان آخرها ابنة عمه التي كان يفضلها بالمستوى الشخصي تجاه نفسه. الذي حصل بأن الشيخة موزة كانت تحاول إدارة الحكم بشكل مباشر من الخفاء، وهناك من يقول أيضا بأنها كانت من وراء خلافات كبيرة في العائلة، لا سيما الخلاف الكبير الذي حصل مع الشيخ خالد، والذي يعتبر نفسه الشيخ خالد الثاني طبعا يعتبر نفسه من قادة المعارضة القطرية، وقد اعتقل هو وابنيه أيضا في إحدى السجون القطرية بعدما أيضا اعتقل الكثير. إذن هذا الصراع الخفي أدى إلى أن تقوم الشيخة موزة طبعا بتهيئة وراثة وخلافة الحكم بشكل كبير على أن تجيرها لنفسها، وكان هذا الأمر واضح بخلاف ما بين الشيخ محمد والشيخ تميم بشكل مباشر،
لكن أنا برأيي بهذا القرار القرار أمريكي بالدرجة الأولى. إذا كان هذا كل يعني هو تاريخ قطر في يعني عملية تسلسل أمرائها أو شيوخها، فما ما الذي يعني يحفظ لنا المستقبل خلال الفترة القادمة، خاصة على ضوء تقارير حقيقية أن الصراع على السلطة في قطر لم يحسم بعد، وهناك صراعات جارية وعدم استقرار ووجود مراكز قوى سواء داخل الأسرة طامحة إلى أن تجد لها دور، وربما طامحة بمنصب الأمير نفسه، وأيضا يعني هناك ضغوط داخلية كثيرة نشأت خلال الفترة الأخيرة لأسباب عديدة، منها يعني واحد منها يعود إلى طريقة اختيار الأمير الحالي. أهلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيتها السيدات المحترمات والسادة المحترمين، في برنامج بتوقيت القاهرة زي ما حضراتكم عارفين ومعتادين من يوم السبت ليوم الأربع الساعة 8:05 مساء. طيب، مذيع اسمه يوسف الحسيني. النهاردة احنا هنعرض الجزء الثاني من فيلم الإمارة. فيلم الإمارة اللي احنا سبق وعرضنا الجزء الأول بتاعه يوم السبت اللي فات والسبت قبل الماضي، وكان من باب التأكيد على انه احنا عايزين الناس تقدر تشوف الفيلم تفهم احنا عايزين نقول ايه، وبالتالي نبدأ نعرض الأجزاء التالية تباعا، التاني ثم السبت القادم التالت ثم الجزء الرابع بإذن الله السبت اللي بعده. تمام؟ طيب، احنا عايزين ايه من هذا الفيلم؟ ولا حاجة خالص. احنا كل اللي احنا عايزينه ان احنا نعرض الحقيقة فقط لا غير، ونترك للسيد المشاهد والسيدة المشاهدة الفاضلة الرائعة ان هم يهضموا كل ما جاء في هذا الفيلم الوثائقي، او قل هو الخليط ما بين وثائقيا وتحقيق استقصائي، وبعد كده اقعد فكر ودور على كل المعلومات اللي بيتم وجودها او بيتم ادخالها في هذا الفيلم، وتأكد ان هذه المعلومات صحيحة 100%. بطبيعة الحال وارد جدا انك تلاقي ناس ممكن تعمل فيلم وثائقي فيه منتهى الانحياز لوجهات نظرهم، لأيديولوجيتهم، خدمة لمصلحة، الخ الخ، وارد. في النهاية خالص هذه الافلام ما بتلاقيش اي صدى. اما الفيلم لو لقيت انه كل المعلومات اللي فيه صحيحة 100%، يبقى هذا الفيلم وصناعه بيتمتعوا بمصداقية مش بس رفيعة المستوى. في هذه الحال لو المعلومات صح 100%، يبقى الفيلم وصناعه عندهم مصداقية 100%. خلاص كده كويس. احنا في الجزء الاول تعرضنا لايه؟ تعرضنا لنشأة الدولة القطرية، الصراعات ما بين الامراء وبعضهم البعض، فهذا يخلع ذاك ليجلس مكانه الى اخره. تاريخ طويل ممتد من 1971 من وقت الاعلان الرسمي لامارة دولة قطر الشقيقة حتى هذه اللحظة تاريخ من الانقلابات. ما فيش حد خرج من السلطة خروج طبيعي او انتقال ديمقراطي زي ما قطر بتحب تقول. ثم ديمقراطية إيه في دولة ملكية؟ ومش بس كده، ملكية غير دستورية، صح ولا إيه؟ الملك هو الحاكم، يملك ويحكم. ما هيش إنجلترا ملكية دستورية على سبيل المثال، لا 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 خالص. فلا حديث عن مسألة الديمقراطية. وهي فين الأحزاب الديمقراطية؟ أي الأحزاب اللي موجودة في قطر عشان يبقى فيه ديمقراطية؟ وإيه هو شكل مجلس النواب أو المجلس الاستشاري اللي في قطر علشان يبقى فيه ديمقراطية؟ الديمقراطية في قطر ملهاش غير مفهوم واحد بس، ما يريد الشخص الذي يجلس على العرش، بس لحد كده. طيب، قطر بتحاول تمتلك أدوات علشان تقدر
تمرر بيها مفهومها. كويس، ايه هي الادوات؟ على سبيل المثال جزء من الادوات بتاعتها ما حباها الله بها به من ثروة، موجود عندهم ثروة ضخمة جدا من الغاز الطبيعي بيستغلوها اسوأ استغلال. الحقيقة اسوأ استغلال، يجي واحد يقول لك يا اخي ده كفاية ان القطريين عايشين كويس والناس بتروح تشتغل في قطر وبتاخد مرتبات كويس. بس هو اسوأ استغلال انك تقترف جرائم ضد الانسانية بما اوتيت من مال. بالظبط، خد بالك ده طبعا لقاء ما بين صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة الثاني الأمير السابق لقطر، واللي خلعه ابنه الأمير تميم وجلس مكانه. تميم طبعا موجود هو مع رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، لأن انتوا عارفين من بعد كاميرون جت وزيرة، وبعد كده آسف جت رئيسة الوزراء، كده جاء رئيس وزراء، كده جت رئيسة الوزراء الحالية تريزا ماي. المهم، فكانت الأداء الرئيسية هي أنه في ثروة ضخمة جدا من الغاز الطبيعي بتتباع بمبالغ طائلة، حقهم مفيش مشكلة خالص، لا نستطيع إنكار إن الناس دي بتعيش المواطن القطري جيد بشكل جيد جدا، مفيش خلاف. لكن الحقيقة زي ما بقول لكم، على سبيل المثال استضافة قطر لمونديال 2022 ده يتطلب إنه يبقى في مجموعة كبيرة جدا من الملاعب المجهزة إلى آخره، وبالتالي منظمة الفيفا توافق على هذه الاستضافة. لكن يا ترى هل ترى قطر عملت إيه علشان تبني هذه الملاعب الضخمة؟ ولا حاجة خالص، مارست أبشع أنواع السخرة والعبودية والرق والاسترقاق وجرائم هتشوفوها الحقيقة في الأجزاء القادمة، مش في الجزء بتاع النهاردة. الجزء بتاع النهاردة مخصص تحديدا لقناة الجزيرة، ودي الأداء الثانية في يد من يجلس على العرش في قطر أيا كان اسمه، اسمه الشيخ تميم، اسمه الشيخ حمد، الموضوع ما يفرقش معاهم. المسألة أنه الجزيرة بتنفذ ما يملى عليها من القصر. طيب، والقصر بيملى عليه من مين؟ القصر بمنتهى البساطة بيملى من عليه أحيانا كثيرة من واشنطن، وأحيانا كثيرة جدا من تل أبيب. وكان تحديدا علاقة القصر بتبقى في أفضل حالتها لما بنيامين نتنياهو بيتولى السلطة في تل أبيب على رأس الحكومة رئيسا لوزراء الكيان الصهيوني المحتل المغتصب للأراضي العربية. فتلاقي الجزيرة في ولاية نتنياهو أظن الأولى تفتتح، أظن لو أنا متذكر مظبوط، وده اللي هنتأكد منه من الفيلم الوثائقي. انتوا عارفين الجزيرة فتحت 1998، لكن فتحت مكتب في الأراضي العربية المحتلة، وبإذن وبمباركة من دولة الاحتلال الكيان الصهيوني، ده من ناحية. ودعوا على حفل افتتاحهم بنيامين نتنياهو، متصور صوت وصورة وميت فل و14 داخل مقر قناة الجزيرة داخل الكيان الصهيوني المحتل. فما تجيش قطر تتكلم عن العروبة ووحدة العرب ودعم الديمقراطية وهي تقف. خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة، وكيف يرى هو الموقف؟ وهو المطلوب من دورة قطر احتواء حماس وامدادهم بالأموال. قطر تدعم حماس بالسلاح عن طريق شراء الأسلحة، توفير تجار السلاح. وفي نفس الوقت كان هناك عضو عربي في الكنيسة هو الدكتور عزمي بشارة، الذي يعمل مسؤولا عن أنشطة عديدة لقطر في المجال الإعلامي وفي مجال الأبحاث أيضا بعد خروجه من إسرائيل. يعني يشعر كل بالتناسق مع النفس في هذا السياق. الحاكمة الحقيقية لدويلة قطر موزة قامت بزيارة للولايات المتحدة الأمريكية، وتم يعني تبادل المصالح. أول شيء طلب منهم هم يعني علاقتهم بإسرائيل والزيارات المتتالية والدعم المادي وبناء بعض من المستوطنات الإسرائيلية لإسرائيل تثبت هذا الكلام. للأسف الشديد يبدو أن هناك نوع من الارتماء في الحضن الإسرائيلي. منظمة التحرير أو الدولة الفلسطينية المصغرة رفضت الانصياع إلى دولة قطر، فعلى هالأساس هي تساهم في الانشقاق الفلسطيني. It's become a member of the Human Rights Council.
at the United Nations. But at the same time, Qatar's own human rights record has come under very strong scrutiny, you know, particularly and most clearly in the field of migrant workers' rights. Because of course Qatar has bid for the World Cup in 2022. You know, there are heavy restrictions on criticizing the emir or criticizing public officials. لحد اللحظة اللي رانا نهضروا معاكم ماتوا 44 نيبالي. باش ماتوا؟ ماتوا قال لك بالجوع، ياكلوهاش، ما يعطوهمش الماء يشربوا. انعدام حرية يا اخي، تقدر تفتح صحيفة؟ انت الان في قطر، لا في قطر، خلينا نكون واضحين وخلينا نكون صادق، في قطر يستطيع واحد يتكلم عن حمد بن جاسم؟ Qatar has restrictive laws that essentially mean that you know, there are heavy restrictions on criticizing the emir or criticizing public officials. These can be punished by prison sentences. There's an antiquated press law that imposes very severe restrictions on the media, and there's heavy self-censorship among Qatari media. دولة قطر تجهل المعنى الحقيقي لحرية الرأي. ما أعتقد في مواطن قطري أو مسؤول قطري يعرف معنى هذه الكلمة. There have been some significant cases and incidents that point to restrictions on freedom of expression. Most clearly, the poet Muhammad Al-Ajami or Ibn Adib, who spent several years in prison. He was actually sentenced initially to a life sentence that was reduced to 15 years, and he then was pardoned in 2016. His only crime was to write a poem that really annoyed the ruling family, that upset it and offended them. A number of journalists have faced restrictions. There have been a number of people who have been detained as a result. أنا عشان أبدي برأي أو أطلع على قناة مضطر إن أنا أترك بلدي، نازل عن جنسيتي بصفة رسمية. يعني أنا هربت من بلدي عشان إيش؟ عشان بيني وبين رئيس جهاز المخابرات الشيخ حسن بن عبد الله مشكلة. رجال حاربني في كل حاجة. فما في حرية رأي. آخر دولة تتكلم عن حرية الرأي هي دولة قطر. يعني من المعيب والمخجل هذا الشيء. So Qatar has portrayed itself as a home for free media. At the same time, there is heavy self-censorship in Qatar itself. The local media does not report sort of representatively or accurately on core human rights issues that affect the country. And the one media organization that really was starting to kind of report on these issues has now been blocked. It's not clear who by, but it's now not possible to visit their website when you are in Qatar. We also see some signs of where the red lines are when the most prominent news website in the country, called Doha News, which had provided some important independent
credible reporting has been blocked by the main internet service providers in Qatar for now 2 or 3 months. ليس عندنا إعلام حقيقي. And if Qatar wants to be seen as and taken seriously as a home for media freedom, it must address this situation and it must reform its media laws to allow journalists to report effectively and accurately and get the facts out there without being afraid of being arrested and you know put on trial. Qatar آخر دولة المفروض قانونيا يعني قانونيا هي تتكلم عن حقوق الإنسان. يعني أنا أسأل كمواطن قطري أي إنسان هي تتحدث عنه؟ الإنسان الإرهابي اللي هي تجيبه من بلده وترعاه وتقدم له كل التسهيلات مثل رئيس جهاز مخابرات نظام صدام؟ هذا هو الإنسان؟ We've also found evidence of two separate campaigns online run against activists, which seem to be seeking to hack into activists' accounts working on these issues. So it is clearly the case that there are working on this issue does expose you to some risks, and I, you know, our concern is that may continue. I should be clear, we don't know who exactly who is behind these phishing and hacking attempts. أنت تتحدث عن حقوق إنسان وتدعي أن أنت كعبة المظلوم ودولة مؤسسات ودولة الحرية. كيف أنت العالم كله حتى الدول الدكتاتورية عندها سلطة تشريعية منتخبة وأنت من أول ما استلمت الحكم وقلت أنا أعمل برلمان منتخب وليه هذا اليوم ما عندك أنت برلمان منتخب؟ أنت كيف تعلي صوتك أمام المجتمع الدولي وتقول أنا راعي حقوق الإنسان؟ أي حقوق إنسان؟ أي إنسان هو قطر تدافع عن حقوقه؟ فكيف لقطر التي دعمت ثورات الربيع العربي في وجه أنظمة ديكتاتورية أن تحكم بالمؤبد على شاعر تغنى بالربيع العربي؟ دورت يعني بحثت في المعارضة القطرية تلاقيهم كم شخص هم بيعتبروا ان بدام بيدوا فلوس كثيرة للقبائل وللعائلات هم بيعتبرينها ان دي الحرية الرئيسية في المجتمع لا يفهمون ان ليس بالخبز واحد الانسان عندنا دستور معطل دستور من 150 مادة معطلة لأن الدستور مرتبط شغله كله في الهيئة الدستورية اللي هو البرلمان المنتخب إذا هذا إحنا لحد الآن ما عندنا للأسف الشديد الدستور الجديد الذي صدر في قطر يجرم المساس بشخص الأمير وهناك حالة من التذمر شديدة في قطر يتحدث عنها قطريون في همس لأن من يتجرأ على الحديث بهذه الطريقة يعني يتم القبض عليه وحبسه في منطقة بعيدة عن مراكز العمران ويتعرض لتعذيب شديد ويخرج ليكون عبرة للآخرين شوف أنت مستقبلك شو انت حياتك انت لو عرفت راح تبهدل اهلك وراح تبهدل نفسك وراح تسجن وراح تسحب جنسيتك اقل تصرف او اقل اجراء تاخذ الحكومة القطرية ضد اي معارض من اي نوع هو سحب الجنسية ومنع السفر الشعب القطري هو شعب مظلوم ولكن مظلوم من قبل مجموعة تحكمه
Well, I think the main case that you know achieved a lot of notoriety was the case of the poet Ibn Adib, and I think what was the major concern in that case was both the fact that he was imprisoned simply for expressing his conscientiously held beliefs, and not for any legitimate criminal reason. There was also issues with the trial process, which was not, in our view, fair. There were issues with the way that the case was managed, and which his lawyer was extremely vocal about. We have highlighted the case of a Filipino man who is facing is serving jail time for espionage. We also believe his trial was unfair. We believe he was subjected to torture during interrogation, and that his claims have not been adequately investigated. We're calling on his conviction to be retried, essentially, and those all confessions that were based on torture to be ruled inadmissible. فأي حرية تتكلم؟ من اللي يضمن حريتي أنا؟ لما الدولة تحبسني أو الدولة تمنع تصادر جنسيتي أتجه لمين؟ حجم دولة قطر عبارة عن حجمين، حجم الجغرافي وهو حجم صغير جدا، والحجم الثاني حجم سياسي وإعلامي ومالي، وطبعا الحجم ده أكبر بكتير من الحجم الجغرافي. بناء عن هذا التعارض بنبني عليه تحليل لسياسة الخارجية تبع قطر. في إطار الرغبة في تنمية ما يسمى القوى الناعمة في قطر، وفي ضوء توفر إمكانيات مالية هائلة، بدأت قطر تنشئ مجموعة من المؤسسات التعليمية أو البحثية، واستخدمت من الغرب مراكز أبحاث. هذه المراكز كانت من قبل تتبنى وتهتم بقضايا الإقليم، ونحن نعلم أنه عندما يهتم مركز أبحاث غربي أو أمريكي على وجه التحديد بشؤون المنطقة، فهو يتبنى من أجل تقديم الخيارات لصانع القرار الأمريكي أو الغربي، وليس بالضرورة من أجل المصلحة العربية. There are many countries around the world, however. فرع البروكينجز إنستيتيوت، معهد بروكينجز الأمريكي في الدوحة، ونشأت فروع عديدة لجامعات غربية في الدوحة، وهناك مؤسسات لرعاية الثقافة وغيرها. يعني المأمول أن تكون خلاصة وتوصيات هذه الأبحاث تصب في خانة تحقيق نوع من النهضة العربية، تبدأ من قطر ثم تمتد إلى الخليج ثم إلى دول عربية أخرى. لكن ما يجري هو أنه وكأن قطر تتعرض لعملية تغريب بدل تعريب، تغريب أو أمركة. التقارير الموجودة لدى الأمم المتحدة عن دولة قطر تقارير كلها جيدة وبامتياز. الجهات الحقوقية في أوروبا لما تزور قطر تزور مين؟ تتلاقى مع مين؟ هم قطر يقول لك والله الشعب مرتاح. أين يذهب المال القطري وفي على أي وجه ينفق؟ في شراء ذمم أو في الترويج لقضايا أو دعم منظمات إرهابية؟ بالنسبة إلى دفع رشاوي دولة قطر للفيفا أو للمسؤولين في الدول
على استضافة كأس العالم، دي ما تقدر تثبتها أي جهة رسمية أو جهة قانونية في أي دولة، لأن كل هذه العملية تمت في دولة قطر. بس قطر دفعت ما يقارب 3 مليار بوسائل مختلفة على استضافة كأس العالم للدعاية الإعلامية فقط. قضية العمال الآسيويين الذين يعملون في مناخ حار ساعات طويلة بأجور منخفضة ويتم استغلالهم وإهانة كرامتهم. Qatar's own human rights record has come under very strong scrutiny, you know, particularly and most clearly in the field of migrant workers' rights. Because of course Qatar has bid for the World Cup in 2022, that event will be happening, and the stadium and stadiums and the other infrastructure are under construction. So you know, the population of Qatar has grown dramatically since 2010. And many of those are migrant workers. We are talking well over 1 million migrant workers now, perhaps nearly 2 million. And many of those are low-paid workers from in the construction sector, and the system, the kafala sponsorship system in Qatar, leaves them open to human rights abuse. They can be forced to work very long hours without necessarily receiving even overtime pay. For those hours. Their conditions of work can be harsh, their accommodation can be poor. We also find you know, dangerous working conditions as well, and workplace injuries can be severe. There is also the exit permit system. You cannot leave Qatar if you're a foreign worker without the permission of your employer, and this is one of the biggest drivers of forced labour in our assessment. Sometimes I feel like I'm in prison. The salary is $200 per month. It is not enough to cover my living expenses, my debt for the recruiter fee, and to send money home for my family. I don't make any complaint. I am scared. They'll cancel my visa. If I lose this job, they will throw me out of the country. But I will still have a huge debt to pay. الأسرة الحاكمة هم أعتقد هم يهمهم حقوق الإنسان، هم هذيل ناس شيوخ بينظرون إلى ما دونهم خدم وحاشية وعبيد، لا ينظروا للناس النظرة الإنسانية. العمال الآسيويين وغيرهم من العمالة التي يعني يقومون في جو خانق ودرجة حرارة عالية ويعملون لأكثر من 12 ساعة في هذه الأجواء، ويقومون بسحب الباسبورات، يتعاملون مع العمال كأنهم عبيد. لم نرى مثل هذا الاستعباد في أي دولة في العالم. I am an electrician and I agreed to electrician work. But when I came to Qatar, they gave me only electrician work for first 2 months. After that, they said I had to do iron fitting work. I felt I had no choice because there was no choice. I can't leave Qatar or change jobs. Each time I get my salary, I'm thankful to heavens because I never know, not just when, but whether I will be paid again. My boss said, work for another 1-3 months and accept whatever you get. If you don't work for 700 riyals, you won't get paid and you won't get your passport back. If you are a low-income migrant worker, it can be very difficult to challenge your employer in a court because the court process is not fit for purpose. It is very, the court process is very lengthy, it can take months. There are fees involved, there are significant fees that migrant workers can find unable to pay. And so what we see in many cases is that workers who are unpaid for 3, 4, 5, 6 months can end up returning home without having managed to get any compensation for their work that they've done. All I want is my salary, like he promised, and on time. If I complain, I'm worried the manager will send me back to my country without any money.
بصراحة منظمة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق العمال في أوروبا وفي أمريكا وفي كل مكان تحدثت عن هذا الأمر، وبل هناك بعض من الجمعيات التي طالبت بسحب تنظيم قطر لهذا المونديال نتيجة المساوئ. وطبعا قطر، دولة قطر وعدت أنها تحسن من هذه الكفالة، ولكن ده طبعا كان كلام، وحتى الآن كل العمال الذين يشتغلوا من الهند ومن بنجلاديش وأيضا من بقية البلدان العربية هم تحت سيطرة الكفيل. نادر ما تحصل أنت صاحب عمل في قطر يعامل العمال إنسانيا بغض النظر عن حقوقهم المادية. So you eat by candlelight. Yeah, you have to. Day and night. Yeah. Same leg. And this is in the daytime. And it's very, very dark. This is the every time coming. Food. This is the food you have. Yeah. Every time, then day and night. Day and night, every day. Delivered every day. 3 months ago, same like that.